تصريح جديد لرئيس الجمهورية يخص الانتخابات الرئاسية، يقول بالحرف الواحد راهي الانتخابات أو الحملة الانتخابية ليست حربا، هي تداول سلمي يعني على السلطة بالصندوق وما إلى ذلك، وفما أطراف اليوم مش قاعدة تقوم بحملة انتخابية بل تقوم بحملة مسعورة إلكترونية وما إلى ذلك، حرب مسعورة على بلادها. شنو رأيك أنت كمواطن تونسي في التصريح هذا؟ والله شوف، أنا شوف الانتخابات أنا ديما عندي في مخي محطة في تفكيري العادي والبسيط، هو عرس، هو عرس، والعرس هذايا فيه برشا مستدعين وفيه برشا ضيوف وفيه برشا ناس تكون فاعلة وتكون موجودة وتكون تعمل وتكون من أجل إنجاح هالعرس هذايا. توقعنا بزياد في العرس هذايا، راهو ثم مرة على مرة توقعنا بزياد واحد يهز ولاده ويخرج من العرس ما تصيرش نبزية في أي عرس تونسي، ما يسميش تونسي، ما يسميش عرس. هذاك علاش احنا هال 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 هالمناسبة هذه أنا أعتبرها عرس، نحبوش هالعرس هذايا ننقصوه ولا نضربوه ولا نقزموه ولا نفقدوه شرعيته ومكانته وقيمته، لأنه العرس هذا يلزم يكون فيه طبال وزكرة وفيه ناس قاعدة فرحانة وكلها مع بعضها تخدم من أجل الصالح العام، من أجل إحنا باش نزوجوا هالزوز الأطراف هذوما لبعضهم، هو الحاكم وهي البلاد، من أجل المسير القدام والتسير البلاد. أما إذا ما يولي يصبح هذا العرس ولا هالمناسبة الانتخابية هذه فيها القيل والقال وفيها الإقصاء وفيها التخويل وفيها التقتيل وفيها إثارة الأعصاب، معناها بالكلمة العبارات اللي قدر على البلاد هذه، يقول لي العرس هذايا بلاش بيه خير وكل شيء وما نشاركش فيه أحسن كل شيء، لأني إذا ما لقيتش راحتي في مناسبة ديمقراطية، في مناسبة انتخابات، ما لقيتش راحتي، ما لقيتش الخيار اللي أنا نبحث عليه، ما لقيتش الحرية اللي كنت أنا نتصورها موجودة عندي، كإنسان مقترع ولا كإنسان ماشي لصندوق الانتخابات، ماشي بثقة لصندوق الانتخابات، مانيش ماشي بالخوف ومانيش ماشي بقلة الثقة زايد، راهي مشكلة ما بيني وبين الناس هذوما اللي موجودين في الساحة واللي قاعدين يقدموا في الساحة السياسية، أنهم قاعدين يخولوا في بعضهم الواحد تلو الآخر، معناها هذه يخول وهذاك يخول وهذه، نحن لسنا في مرحلة تخوين، نحن في مرحلة بناء، علاش ما نفكروش باش نبنوا؟ اسمع، ليصلح للبلاد هذه يجي يحكم ويجي يتصرف فيها. صح، في النقطة هذه فيهمش واحد من المترشحين سواء المقبولين ولا حتى المرفوضين جاب، احنا عندنا وضعية استثنائية يعني حساسة اقتصاديا واجتماعيا وعلى جميع المستويات، واحنا في وضعية صعيبة حبينا ولا كرهنا، والكريم هذا يعرفوه الناس الكل. فيهمش واحد سواء من المقبولين أو من المرفوضين جاب لنا برنامج، جاب لنا حلول، جاب لنا آليات لتخطي الوضعية الصعيبة اللي احنا فيها. والله يجي نقول لك حاجة، شوف، إذا أنت عايش في وضع ماهوش عادي، إذا أنت عايش في وضع ماهوش مرتاح، إذا أنت عايش في وضع فيه تشابهات، وأنت عايش في وضع كما نقولوا فيه تلاطم تاع أمواج في البحر، كل شيء، أنت في حاجة باش تشد روحك في السفينة هذه وتقعد شاد باش تنجم توصل للبر الأمان، ولا مش تقعد أنت تحل في مشكلة تلاطم الأمواج وتطلب من الأمواج باش تركع ولا باش تلقى حل آخر؟ نحن لا، نحن في حالة تلاطم تاع أمواج، نحن في حالة هيجان، في حالة فقدان الراحة والاستراحة، وفي حالة أهم من هذه الكل، أن شكون مش يوصلنا لبر الأمان؟ شكون مش يوقفنا على الساحل؟ هذه المشكلة فينا، وقت نعيشوا في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب، في ظرف اقتصادي معناها موبوم، معوش معناها كل شيء، وما ثماش صدقية، وللأسف باش نقولها لك، اللي قاعدين يحكموا واللي قاعدين يمشوا في كل شيء، يلزم يفكروا من أجل ثم صدقية، أراه الوضع نتاع البلاد ووضع اقتصادي واجتماعي كارثي جدا 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 جدا، راهو هالوضع هذا اللي احنا ماشيين فيه ما يخلصش وما ينصحش بالبلدان، نحن ما حاجتناش شكون يحكم، نحن حاجتنا شكون ينقذ، نحن في حاله بحث على شكون ينقذنا حتى بقش معناه، ولوقت نحن نشوفوا البلاد هذه كل شيء فيها صراعات وفيها هذه من قبل، راهي معروفه الصراعات في البلاد هذه والتجاذبات هذه راهي موجوده من قبل، مش جديده راهي على الساحه السياسيه، راه من وقت اللي حكم بورقيبه وبن علي وحتى من وقت البي كانت هناك صراعات موجوده، نحن لا ننفي الصراعات وهذا عادي عادي جدا، علاش نحب ننفوه احنا على الانسان؟ انا نحب نمشي للانتخابات، نحب نقدم روحي انا كان اراني خير وانا ونلوج على وهذا موجود حتى في امريكا كتشوف فيه، ونلوج لك على معناها عندي قطه السوداء نتاعك انت باش نجم نطير لها كل شيء، هذا عادي جدا. نتفق معاك في جزء وجزء اخر، فما صراعات في كل بلاد من بلدان العالم، صراعات سياسيه يعني على كرسي الحكم، وهذه حاجه عاديه وموجوده يعني ماهيش حاجه ميتافيزيقيه، لكن للاسف الشديد احنا في بلادنا عندنا صراعات وعندنا العماله ايضا، عندنا ناس اليوم تستنجد بالاجنبي، عندنا ناس تمشي امام السفارات الاجنبيه تتمسح على اعتابها ويحلوا في فيديوهات ويستنجدون ايضا مثلا بفرنسا اللي كانت مستعمرتنا في بلادنا ويطالبون باعاده الديمقراطيه المزعومه نتاعهم لبلادنا بالاستعانه بالاجنبي، ما يلزم التفريق بين الصراع والعماله. شو نقول لك حاجه؟
فرنسا هي سبب الهم نتاعنا في كل شيء، في وضع الاقتصادي، في وضع الاجتماعي، حتى في وضع الديني والاخلاقي، معناها وضع بلادنا هذه السبب فيه هي فرنسا، فرنسا العلمانيه هذه التي لا تؤمن لا بشيء الا بالمصالح الخاصه وكل شيء، خاصه من اللي جه هذا ماكرون وهذا والناس الوجوه هذه عامله نعرف وتم طردها، شوف اللي فلق بها واللي عرفها كل شيء خير باش يموت بالشر وكل شيء وطردها، طردها من حياته، طردها خرجها من حياته كل شيء، لان فرنسا الان اصبحت مترهله، اصبحت عجوز شمطاء لا حل لها الا في مع احترامي لكامل العجائز وكل شيء الا في اثاره الفتن وفي اثاره الشغب في العالم بكل كل شيء. هو المرزوق اللي هو رئيس اسبق للجمهوريه التونسيه خرج لنا في فيديو في فرنسا ويدعو فرنسا للتدخل في تونس وتحكم عليه ديجا الفيديو هذا لاعاده الديمقراطيه، شنو تسميه هذا؟ هذا نعيبوه عليه هو. انا يجي لبلادك لهنا ومارس معاه ومارس معناها حقك الانتخابي كل شيء وخلي يحطك في الحبس. يخلي يحطك في الحبس انت، يواجه اللي هنا ويحطك في الحبس وانت راجل. لا 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 انا خاصة هذه فرنسا كان لتقزيم الاخلاق ولفساد الاخلاق، وفرنسا هذه راهي عدو لنا مهما تكون باش تحاولوا تصوروا، راهم قتلونا وعملوا فينا واغتصبوا لسانا وقتلونا اولادنا وقتلونا رجالنا وعملوا فينا كل شيء، فرنسا راهي ديما هي العدو الاول لنا احنا مش كشعب راهو، انا راني كان فاهم كسلطه كحكام الموجودين في فرنسا فهمت كل شيء، هم راهم ديما اعداء ليك واعداء للشعوب، يصفوا على مصالحهم الخاصه كل شيء، نحن في حاجه اليوم لرص الصفوف، يا ولادي رانا في حاجه باش نقفوا وقفه واحده مع بعضنا، ننقذوا بلادنا، راهي بلادنا في وضع اقتصادي كارثي اجتماعي معناها منهار لابعد الحدود، ونحن قاعدين الان مازلنا نبحثوا كيفاش نلقوا هذا به وهذا عليه. هو الوضعيه صعيبه نعرفوها الناس الكل، لكن سؤالي ليك مانيش مختصه في الاقتصاد، كيفاش اليوم نجم نقولوا او نوصفوا الوضع الاقتصادي بالصعيب برشا وأسوأ ازمه اقتصاديه نمروا بها منذ الاستقلال، لكن كي نقولوا كارثي مالا كيفاش قاعدين نخلصوا يعني في القروض في التركه اللي خلاوها لنا يعني من حكموا البلاد بعد الثوره ما خذوا برشا قروض واحنا مسالين اليوم للخارج، اليوم قيس صعيد هاو يخلص في القروض نتاعهم، كيفاش يخلص واحنا وضعيتنا كارثيه كما سميتها انت؟ شوف وقت انت تقول نخلص في القروض، اذا انت تخلص في القروض ووضعيتي الاجتماعيه مرتاحه في البلاد عندي السكر وعندي القهوه وعندي اموري واضحه وعندي الدجاج. منين يخلص ووضعيته كارثيه؟ هو قاعد لانه هو شو عمل هو؟ هو شنو عمل؟ هو نقص معناها كما نقولوا من الواردات وكل شيء، واختار باش يختلص اللي قاعد يخلص فيه هو كل شيء، انا مانيش رجل اقتصاد. انا ومانيش رجل معناها اسمع كي نقولوا كارثيه احنا ما حاولناش مش نوصفوا في الوضع كارثه معناها نحن في حاجه لحاله انقاذ ما نحاولوش باش نمسدوا على بعضنا مهما يكون يا ولدي احنا في حاجه لانقاذ روحنا احنا في حاجه لانقاذ راهو شوف اليوم محمد دجاج مش موجود اليوم راهو الدجاج لا 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 لا, لا عاد انا مشيت اسمع مازال كيصورنا تو عندنا ماتير ولا الدجاج موجود نقولها لك هذه على مسؤوليتي او نقول لك على مسؤوليتي في الحمامات تويكا تمشي تلقى كيلو اللحم سكالوب اللي هما 16 دينار حطوا ب 19 دينار وكذا وكذا فوق من معناها في 20 دينار فهمت لكن راهو فما قرار جديد صار تقريبا ما صارش منذ سنوات اللي هو تسقيف اسعار اللحوم البيضاء لاول مره منذ سنوات وزاره التجاره اونفان تحركت وسقفت الاسعار اعطينا بالضبط وين قاعدين يبيعوا احنا باش نعديوها هذه وين قاعدين يبيعوا باسعار مرتفعه خلي المراقبه الاقتصاديه تمشي لهم انا تويكا في الحمامات في شارع حبيب بورقيبه نتاع الحمامات وقت تمشي على بحذا الكورنيش بتاع وين يبيعوا في الدجاج نحب السيد المسؤول يمشي ويشوف يحسب روحه يجي يشري ويشوف الدجاج الموجود اولا وضعيه معناها دجاج ماهوش معناها كما نقولوا ما نقولش فقد القديم ولا اما لا دجاج قديم كل شيء وثاني بالثاني يحط في الاسعار كيف يحب هو 11 دينار و12 دينار و19 دينار و20 ما ثماش انا قلت لك في شارع حبيب بورقيبه في شارع حبيب بورقيبه على الكورنيش قبل المدينه العربيه العربي هذيك كنت مش في الكاس هي هذه باش تشوفوها يعني احنا في بلادنا اللي هنا قاعدين نعانوا في كوارث راهو صحيح تمام مره على مره مسؤول يعمل قرار وكل شيء لكن ما يلتزموش به اما يغيبوا اللحم اما يغيبوا الحاجه يغيبوها يفقدوها من السوق ويلهبوا فيها النار او على بعد امتار من هنا يمشي للسوق المركزي فيه الخيرات السبعه هذا في السوق المركزي يمكن راهو في السوق انا ايش قلت لك انا ما قلتلكش راني في تونس كامله انا حطيتك نقطه ووريتها لك بالذات هذه نقطه وهاني قلت لك على مسؤوليتي فهمت وشي وناقد كل يوم في الدجاج الحمام انا الدجاج تاع الدجاج علاش حسب لي فيه انت ب 19 دينار وقت اللي الدوله هي سعرته ب 16 يا اخي انت اقوى من الدوله
انت سيد العارفين. وهذا والله هذه حاب نقول هيك في القصي، وهذه علاش ما نجحت سياسه البلاد نتاعنا، لانه ثم ناس تحب تصلح صحيح، ثم ناس تحب ترحم بالناس كل شيء، لكن ثم ناس مستكرشين يحبوا يعيشوا على حسابك، يحبوا ياكلوا نتاعك، يحبوا يسرقوك، مش هكاك بركه. هاو نزيد نزيدك واحد تو باهي ورقه التليفون ما يبثش 150 المهم بدينار، نقول له اعطيني دينار نعطيه 100 دينار 250 في الحمامات في الكورنيش، وانت في جانب في شاحب بورقيبه نتاع الحمامات وكل شيء يبيعوا فيها الورقه ب 13%، هذا جاري 50 يا ولدي، لا قليل هذيك ما تكلف علينا احنا ب 13%، شاريينها احنا ب 13.50، هاو نقول فيه بصراحه، هاو تفضل ها، ريتني هذيك فيش على بسويت نقول فيها.